بنات اتعلموا في القهوة العاملة، وصاحبتهم مدام منى اتعلموا في القهوة العاملة، واخدنا طبعا بعض الحاجات طبعا من بنتي علمتنا، انا وبناتي الاثنين عصام حجاج وفاطمة عصام حجاج ومحمد عصام حجاج، لازم برضه اتكلم عنه، ابن الصغير خرز، هو الخرز والخيط والمقص والادوات حقت المشغولات طبعا الخرزية، وبنقعد طبعا مع بعضينا، يلا عايزين نفنن حاجة، عايزين نعمل حاجة. المنتج بتاعنا خرز. طبعا احنا اخذنا فترة 4 شهور تدريب في القوى العاملة، طبعا كانت مدام شيرين شريف هي المسؤولة عنها وبتدربنا، بصراحة الفضل ليها. طبعا تشجيع اهالينا لينا ان احنا نتعلم حاجة جديدة ساعدنا. فطبعا بدأنا نشتغل، اول حاجة عملناها كنا اول حاجة عملنا علبة مناديل سفرة، احنا قلنا احنا ممكن نعمل الحاجة دي، اول ما عملناها طبعا حاجة بالنسبة لنا طرنا بيها، فبعد كده بدأنا نشتغل وخلاص بقى الحاجة بالنسبة لنا سهلة. تمام. حتى واحنا بنشتغل الحاجة بقينا نخلصها، مش عايزين نقعد لا خلصنا ده عايزين يمس اللي بعده، خلصنا اللي بعده. فكده بدأنا كل واحدة تتفرع في حاجة، النت موجود ندخل شوية نشوف الفازات، علب المناديل، فوانيس، نعمل اشكال، انا الكبيرة اللي فيهم وهم كلهم اصغر مني، وبابايا طبعا سواق. فبالنسبة لي بعد ما خلصت الدراسة القعدة فاضية مش لذيذة، فانك تشتغلي في حاجة جديدة حاجة كويسة، فقلت اعدي في مجال الخرز واشوف القوى العاملة. فعديت في المجال وحب، وانا يعني بحب الخرز والسلاسل والحاجات دي، فلما دخلت وتعمقت فيه بقى بحبه اكتر يعني، وبقى موهبة بقى الواحد بتطلع. مدين وده فانوس، ودي عروسة، ودي أباجورة، ودي علبة طفاية، وده طقم للحمام، وده قلب ان هو يتحط على التسريحة، يتحط جوه الحاجات، وده طقم مكتب، سجيل الورق.